التبديلات اللي في المصري طبعا بعيدا عن التغيير الاضطراري، عصام ثروت بعد طرد طبعا محمود جاد نزل مكان المهاجم الوحيد الصريح يعني مروان حمدي، بعد كده في محمد الفيومي بدل حسين السيد، عمرو السعداوي بدل كريم العراقي، رجب عمران بدل عبده يحيى، حسن علي بدل من ايزي ايميكا. يعني عارف كابتن حسام حسن برضو انا مش عايز يعني مش عايز احمله الماتش، وان كان هو يتحمل جزء كبير من المباراه يعني كابتن حسام حسن، لان هو كان لازم يدرس معين الشعباني بشكل اكبر من كده. الفريق اللي انت بتمرنه كان معين الشعباني بيمرنه، فانت عليك دراسه طبعا. اولا طريقته مع اللعيبه دي كانت عامله ازاي، هيواجهك بشكل عامل ازاي، استراتيجيته عامله ازاي، وتلعب على نقاط ضعف كابتن معين الشعباني وتلعب على نقاط قوتك انت، وان كنت انت عندك برضو عناصر مميزه جدا. ولكن في نفس الوقت عايز اشير ان في غيابات عن النادي المصري. النادي المصري خلي بالك دكته دكه قليله شويه يا حسام بامانه، يعني دكه النادي المصري في الناحيه الهجوميه ما فيهاش غير رجب عمران بس هو اللي في السكواد، ولا يوصل ملعب 8 في الاساس يعني كمان، يعني ما في يعني انت بيلعب بكل العناصر الهجوميه المتاحه الممكنه في السكواد كله. كل اللعيبه الثانيه اتكلمنا قبل الماتش على دغموم، اتكلمنا على احمد الشيخ برضو مش موجود في القائمه، فكل ده اعتقد انه اثر على النادي المصري. لكن انا عندي حاجه على كابتن حسام حسن وتميز بيها تقريبا في كل فترات تدريبه، ان كانت في المصري في الفتره الاولى، في الزمالك، في الاتحاد، في كل الانديه، الانديه كتير يعني، فمش مش قادر اذكرها كلها، ان هو دايما كابتن حسام حسن وسموحه بالذات كمان انه عنده عين كويسه قوي في اللعيبه الناشئين. فعلا لحد دلوقتي انا ما شفتش من كابتن حسام الدرجه الثانيه عنده عين كويسه جدا. ممكن نقول الدرجه الثانيه بتتطلب على الاقل وجود سوء انتقالات، لكن كابتن حسام حسن في فترات طويله جدا مع النادي المصري ومع نادي الزمالك ومع نادي الاتحاد ومع نادي سموحه اظهر للدوري المصري وللفرقه دي لعيبه ناشئين مميزين جدا. الوضع يسمح ان انت توجد لعيبه ناشئين لان انت عندك نقص في السكواد، عندك نقص في عمق الاسامي حتى. فاعتقد ان كابتن حسام حسن عليه ان هو يبحث في قطاع الناشئين للنادي المصري، فريق 21 سنه، فريق 19 سنه بشكل افضل، لانه على الاقل يبقى عندك مهاجم احتياطي، على الاقل يبقى عندك لعيب نمره 10 احتياطي، على الاقل يبقى عندك لعيب على الجناح ده مركزه الاساسي مكان جريندو. كل دي حاجات محتاج كابتن حسام حسن يشتغل عليها بشكل افضل، لان اعتقد ان كان طموح جمهور النادي المصري واداره المصري بعد جلب الصفقات ووجود مستر كامل ابو علي والتعاقد مع اسامي على فكره كان عليه كلام كبير، يعني مروان حمدي كان عليه كلام كبير قوي، عبده يحيى كان عليه كلام كبير قوي، اللعيبه دي كان حسين السيد انت جايبه من فريق بيراميدز مش فريق قليل، محمود جاد كان الاهلي والزمالك عايزينه، حارس مرمى كان موجود بيروح منتخب مصر، فانت جبت اسامي هي مش قليله على فكره، انت جبت اسامي مرشحه لانتقال الاهلي والزمالك. فاعتقد ان على كابتن حسام حسن ان هو يصل لنفس سقف طموحات الاداره وجمهور نادي المصري.